يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي بنيويورك مشاورات حول قضية الصحراء المغربية، وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال قد ندد في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن 15 قبل بدء المشاورات، ندد بالحملة الإعلامية للجزائر والبوليساريو التي تحاول الإيهام بوجود صراع مسلح مزعوم في الصحراء المغربية، مؤكدا أن الأمر ليس سوى أكاذيب محضة وتزييف للوقائع على الأرض. وأبرز هلال أن هذه الدعاية تهدف إلى تضليل كل من المجتمع الدولي والسكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، وهو الأمر الذي تفنده ليس فقط التقارير اليومية لبعثة المينورسو بل الصحافة الدولية كذلك. وأضاف أن سكان الصحراء المغربية يعيشون في طمأنينة ويتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويساهمون على غرار سكان باقي جهات المملكة في ترسيخ الديمقراطية والتنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب. وخلص هلال إلى أن الجزائر البلد المضيف تواصل انتهاك التزاماتها الإنسانية الدولية وقرارات مجلس الأمن من خلال معارضتها منذ ما يقارب من 5 عقود لإحصاء سكان مخيمات تندوف، وهذا الإحصاء شرط أساسي لحماية حقوق هؤلاء السكان وتحديد احتياجاتهم الإنسانية ومنع البوليزاريو من الاختلاس المستمر للمساعدة الإنسانية الموجهة إليه.